واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. عفوا يا أستاذ. Tolong dibuka cadarnya, karena supaya tahu kita bacaannya. Sudah dibuat aturan secara nasional. Kalau tidak mau buka, langsung didiskualifikasi. Tidak. Inna sami'na ukhtana. Nizam, hada nizam. Qalu kalaman la yasurru anil hijab. قالوا ظلاما حالكا بين الثياب قالوا خياما علقت فوق الرقاب نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيه الكتاب نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيه الكتاب. من هذه الفتاة الشجاعة؟ تواصلت مع بعض الأخوة في من لهم اهتمام بالأمور الدعوية في إندونيسيا وأتاني هذا الخبر. اسمها الأخت ليسا وهي طالبة في معهد العلوم فرع جامعة الإيمان بمدينة ميدان الإندونيسية قسم الشريعة المستوى الثاني. وللعلم كانت الجائزة الكبرى في هذه المسابقة بقيمة 30 مليون روبية اندونيسية، يعني ما يعادل 10,000 ريال سعودي. سبحان الله، هذا الموقف وهذا المقطع في يوم واحد انتشر انتشار غريب عجيب، وغارت الأمة لغيرتها. وهكذا هي أمة الإسلام، تنام لكن لا تموت. سبحان الله، هذه الفتاة منذ الآن صار الحدث له أسبوع إلى الآن لا تستطيع إيقاف اتصالات الناس عليها، إلى درجة أن أغلقت هاتفها، الكل يريد دعمها وتأييدها. ولجنة المسابقة اعتذرت عن هذا الذي حدث معها. أصلا حتى المتابعين يقولون إيش لجنة التحكيم اللي يعني تجبر الفتاة بكشف الوجه؟ تأكدوا من شخصيتها في لجنة نسائية وتكشفها وخلاص. سبحان الله، أتتها الهدايا أضعاف مضاعفة عن الجائزة الكبرى. يعني لو هي فازت يمكن تفوز يمكن ما تفوز، لكن الجائزة الكبرى 10,000 ريال أتتها مبالغ أكثر من ذلك. فلله الأمر من قبل ومن بعد. الرزاق هو الله، المتصرف في الكون هو الله، هو الحكيم العليم. وهذا درس عقدي في اليقين بما عند الله. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ويوم الخميس الماضي كرمتها إحدى القنوات المحلية الأندونيسية قناة وصال، وسلمتها مكافأة مالية بقيمة 100 مليون روبية، ما يعادل 30,000 ريال سعودي، يعني 3 أضعاف من قيمة جائزة مسابقة القرآن الكريم. سبحان الله. وخلال هذا اللقاء التلفزيوني أعلن عن مبادرة إطلاق مسابقة لحفظ وتفسير القرآن الكريم في أندونيسيا عبر شاشة تلك القناة. وهذه المسابقة القرآنية تحمل اسم الأخت ميسرة. شوف البركات، شوف الخير، وذلك في العام القادم 2021. سبحان الله، كيف موقف يسير وقفت هذه الفتاة بشجاعة ودافعت عن حجابها ونقابها. شوف كيف الأثر، أتاها الرزق. واليوم نحن وين نتكلم عن، والله لو فازت وخرجت بالمسابقة الجائزة الأولى ما حد درى عنها خارج إندونيسيا، والآن الناس تتحدث عنها. فهنيئا لهذه الأخت والفتاة، وهنيئا لمن رباها، وهنيئا لكل من تحرك قلبه غيرة لدين الله، وهنيئا لكل من واساها بماله أو دعائه أو كلمته. وهذه رسالة إلى كل فتاة غير محجبة. إلى متى؟ وعندما تطالب بعض الأخوات بالحجاب تقول ادعوني ادعوني، ثم هي لا تحرك ساكنا، ما في عزيمة، ما في هم. لماذا هذه الفتاة الأعجمية من أندونيسيا تكون أفضل منك وأنت تتلين القرآن وتفهمين المعاني؟ لا، السؤال الأول، اقرأي من قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم
الحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. حسبك. السؤال الثاني. اقرأ من قوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء
أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلال بالغدو والآصال حسبك السؤال الثالث اقرأ من قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم
يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. حسبك بارك الله فيك. Karena supaya tahu kita bacaannya. Sudah dibuat aturan secara nasional. Kalau tidak mau buka, langsung didiskualifikasi. Tidaklah. Nizam, hadha nizam. من هذه الفتاة الشجاعة؟ تواصلت مع بعض الأخوة في من لهم اهتمام بالأمور الدعوية في إندونيسيا وأتاني هذا الخبر. اسم الأخت ميسرة وهي طالبة في معهد العلوم فرع جامعة الإمام بمدينة ميدان الإندونيسية قسم الشريعة المستوى الثاني، وللعلم كانت الجائزة الكبرى في هذه المسابقة بقيمة 30 مليون روبية إندونيسية، يعني ما يعادل 10,000 ريال سعودي. سبحان الله، هذا الموقف وهذا المقطع في يوم واحد انتشر انتشار غريب عجيب، وغارت الأمة لغيرتها. وهكذا هي أمة الإسلام، تنام لكن لا تموت. سبحان الله، هذه الفتاة منذ الآن صار الحدث له أسبوع إلى الآن لا تستطيع إيقاف اتصالات الناس عليها، إلى درجة أن أغلقت هاتفها، الكل يريد دعمها وتأييدها، ولجنة المسابقة اعتذرت عن هذا الذي حدث معها. أصلاً حتى المتابعين يقولون إيش لجنة التحكيم اللي يعني تجبر الفتاة بكشف الوجه؟ تأكدوا من شخصيتها في لجنة نسائية وتكشفها وخلاص. سبحان الله، أتتها الهدايا أضعاف مضاعفة عن الجائزة الكبرى. يعني لو هي فازت يمكن تفوز يمكن ما. عفوا يا استاذ، تولong dibuka cadarnya karena supaya tahu kita bacaannya. Sudah dibuat aturan secara nasional, kalau enggak mau buka langsung didiskualifikasi. Tidak. Nizam, hadha nizam. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.